يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من اتبع بعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم كصعود جبل النور لا لقصد العبادة بل بقصد معرفة ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من التعب والمشقة، فهل هذا من تتبع آثار الأنبياء وهل يعد بدعة؟ أي نعم، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يذهبون إلى جبل النور، ما كان الصحابة من بعده يروحون يشوفون ما فعله الرسول وتكبر من المشقة، ولأن هذا يفتح باب للجهال، فإغلاق هذا الباب لا شك أنه أحوط وأبرى للذمة. نعم.